تتكلم؟ ما تقول شيء من ورا ما يصير تتكلم. ايش فيك ساكت؟ ايش في علامك علام سالك الربط الحين؟ الحقيقة أنا خجلان ومستحي ولا أنا عارف شو أقول، يعني ماني متعود على هالمواقف. كل اللي أقدر أقول أنا شاري مشاعر اللي تنوزن بالذهب، ويعني اللي أقدر أقدمه كل اللي عندي يعني قلبي وفؤادي أقدمهم مهر له. يا مناور إحنا ما نبي منك يا أيبا غير المهر الشرعي. هذا هو النشيب السن، هذا هو النشيب الطيب، النشيب اللي عنده الزواج مو بيع وشراء. إيه بس المؤخر 100,000. من ورا من ورا علامك يه بغى يوقف قوي. أخ مطر أخت مشاعل، يعني صدقوني الأخ مناور ترى ما تهم الفلوس، عنده الدينار والمليون واحد، كل واحد عنده. إيه بس هو طبعا المسألة ما فيها إنه غشيم بالشغلات هذه، يعني ما أعرف شنو المؤخر، بس هالسالفة كلها بتدفع المؤخر بحالة واحدة إذا طلقتها. وبما إنك تقول شاريها وتحبها وما تقدر تستغنى عنها، عيل ما يهمه إذا كان المؤخر 100,000 ولا مليون. الحقيقة يا جماعة أنا ماني خايف، أنا بس شوية يعني زعلان وماخذ على خاطري. معناته أنكم ما أنتوا واثقين فيني يا أخ مطر، وأنت يا مدام مشاعل معناته ما أنتوا واثقين فيني. فيعني أنا أتساءل إيش معنى المقدم شرعي والمؤخر غير شرعي؟ يا مناور يا مناور يا مناور، لو إحنا ما إحنا واثقين فيك كان ما وافقنا عليك مولية يا يبا. ما صار إلا الخير. شوفوا لكم شاهد ثاني وقعد الملة. ملة؟ نعم. ملة قوم يبا الله يهداك، أنت جاي تنام جاي فندق أنت تنام الله يهداك. بطل دفترك يبا شوف شغلك خلصنا بس يا ملة. تعوذ من إبليس يا جماعة، تعوذ من إبليس. الطلاق مو زين يا جماعة، أبغض الحلال عند الله الطلاق. حرام يا شباب، حرام تطلقون. عطنا الأسماء اللي بتطلقون يلا. أيهو تبي الأسماء؟ ها؟ إي نعم. انت ابني هويتك علشان اعرف ايش انا شاك فيك. مو انت الغسال غسال السيارات اللي في الجمعيه؟ نعم. ها ملا انت